أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. عودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية الارتفاع مرة أخرى بعد عدة أيام من التراجع المستمر في مزاد بيع العملة الأجنبية، وشهد البنك خلال مزاده ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 9.8% لتصل إلى 178 مليون و 947 ألفا و 783 دولارا. غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1460 دينار لكل دولار، وذلك مقارنة بيوم أمس الأحد حيث بلغت المبيعات 162 مليون و 293 ألف دولار. ارتفعت أسعار صرف الدولار أو الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد بشكل طفيف، فيما شهدت استقراراً في كردستان العراق. وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد 148,100 دينار لكل 100 دولار أمريكي. وكانت بورصة الكفاح قد سجلت خلال افتتاحها أمس الأحد 147,000 دينار و 950 دينارا لكل 100 دولار. أما في كردستان العراق فقد شهدت أسعار الدولار استقراراً مسجلة 148,200 دينار لكل 100 دولار. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي خلال الشهر الماضي. وقالت الشركة في إحصائية لها أن الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع 7 شركات من أصل 33 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر آذار الماضي. وأضافت أن الشركات الصينية والأمريكية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 4 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والإيطالية واليونانية والتركية واليابانية بواقع شركتين لكل منهما. أظهرت بيانات صحفية أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى أكثر من 17% على أساس سنوي في نيسان الماضي، ملامساً أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2019. وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت إلى 1.68% مقارنة بتوقعات استطلاع رويترز عند 1.80% على أساس شهري، فيما قال البنك المركزي في تقريره الفصلي الأخير أن التضخم سينخفض بعد نيسان وسيستمر بالهبوط التدريجي حتى نهاية العام الجاري. ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وربح الذهب في معاملات الفورية 0.3% ليسجل 1773.90 دولار للأونصة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1773.90 دولارا للأونصة. وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبا. وتقلل عوائد السندات المنخفضة من تكلفة الفرص البديلة لحيازة الذهب الذي لا يضر عائدا. تراجعت أسعار النفط بعد أن أدى انخفاض الطلب بالهند المتضررة من فيروس كورونا إلى الحد من التفاؤل بتعافي أسعار النفط. وانخفض خام برنت تموز المقبل 0.26% ليصل إلى 66.50 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي لتسليم حزيران المقبل بنسبة 0.28% ليصل إلى 63 دولارا للبرميل. وأظهرت بيانات أولية أن مبيعات الوقود المحلية لشركات التكرير الحكومية الهندية تراجعت في نيسان بسبب قيود على مستوى الولاية تهدف إلى وقف الموجة الثانية المتفشية من الإصابات بفيروس كورونا. ختام الموجز، إلى اللقاء.